المزيد والدعم وثم لتقديم المزيد والدعم في ولايتنا من الأموال والمشاريع للنهوض بها مستقبلا. وقلتها 4 مرات، الفهم يفهم. نعم للأولى، نعم للثانية، نعم للثالثة، نعم للعهدة الرابعة لإقامة رئيس الجمهورية المجاد عبد العزيز بوتفليقة. منه الترشح. خالدة تومي قالت: أنا مستعدة لأن أتوسل لبوتفليقة من أجل خوض غمار رئاسيات 2014. تقدير وامتنان للسيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. الذي أطفأ نار الفتنة كما وعد، وجنب اليوم الجزائر جحيم الفتن والوهم، والوهن العربي أو الوهم العربي أو ما سمي مزعوم بالربيع العربي من خلال حنكته وحكمته وكفاءته وقوة دبلوماسيته ورجاحة عقله وسعة صدره وحلمه الجميل وصفحه وصبره. أنا يستحق هذا الرجل أن نرد له الجميل. أنا يستحق هذا الرجل أن نرد له الجميل. أنا يستحق هذا الرجل أن نرد له الجميل. شكر وعرفان وتحية خالصة السيد فخامة رئيس الجمهورية الذي أبى إلا أن يمنح لنا غضاء حر ديمقراطي لنعبر عن تطلعاتنا وعن آمالنا وعن أفكارنا، حيث أنه رفض أن يقدم، هذا ما فهمته أنا كشاب، أنه لم يقدم كلمة في هذا المجمع الكريم لأنه لا يريد أن يطغى بظله على هذا الحضور. لأن أكل بدو يديهم، ما قدرش هولندا، ما قدرش يفوت معنا أكل. بالتالي لا يمكن اليدين هكذا وجمعتهم مع بعضهم وسلمت عليهم. أنا سلمت على يد نظيفة، على يد رايحة للمستقبل، رايحة للمستقبل. احنا هولندا ما نعرفوهش، رئيس جمهورية جابوا معاه ضيف كرئيس جمهورية، احنا لازم نقابلوه ونصار ونحبوا ولا نكرهوا، رايحين فير اون ايكونومي دو باز، اون ايكونومي مودرن. Yeah.
جاء هذا الرئيس جاء صراحة بالخير. أنا شخصيا أتذكر أنه في 99 عندما انتخب فخامة الرئيس ليلة كاملة هذه الليلة والشتاء طيح، كانت عندنا سنوات العجاب ماشي 7 سنوات لأن ممكن جدا هي 7 سنوات، ولكن إحنا كانت عندنا 14 سنة. هذه الليلة يعني صراحة كانت فيها طاقة خاسرة. هذا خير كان مع هذا الرئيس. مرة أخرى لرئاسيات، احنا مع بوتفليقة قلب ورب.